أهلا بحضراتكم في هذه التغطية العاجلة. قرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علم علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48% وذلك بإجمالي عدد 22,850 طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.7% بإجمالي عدد طلاب 15,355. كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%، وذلك بإجمالي عدد طلاب 73,955، وبذلك يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 113,200، وذلك من جميع الشعب. وأعلن مكتب التنسيق عن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق معامل التنسيق المتاحة بالجامعات الحكومية، موضحا أنه يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة. وأوضح مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، مشيرا إلى أنه سينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساء في آخر يوم للمرحلة. إذن مرة ثانية نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث قرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علم علوم 371 درجة فأكثر، وذلك بنسبة 90.48% بإجمالي عدد 22,850 طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.7%، وذلك بإجمالي عدد طلاب 15,355. كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالي عدد طلاب 73,955، وبذلك يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 113,200 من جميع الشعب. وأعلن مكتب التنسيق عن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق معامل التنسيق المتاحة بالجامعات الحكومية، موضحا أنه يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة. وأوضح مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، مشيرا إلى أنه سينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساء في آخر يوم للمرحلة. إذن مرة ثانية وكما نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث قرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علم علوم 371 درجة بنسبة 90.48% بإجمالي عدد 22,850 طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.7% بإجمالي عدد طلاب 15,355. كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالي عدد طلاب 73,955، وبذلك يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 113,200 من جميع الشعب.
وأعلن مكتب التنسيق عن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق معامل التنسيق المتاحة بالجامعات الحكومية، موضحا أنه يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة. وأوضح مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، مشيرا إلى أنه سينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساء في آخر يوم للمرحلة. إذا مرة ثانية قرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علم علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%، بإجمالي عدد 22850 طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.7%، وذلك بإجمالي عدد طلاب 15355. كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%، وذلك بإجمالي عدد طلاب 73955. وبذلك يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب. وأعلن مكتب التنسيق عن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق معامل التنسيق المتاحة بالجامعات الحكومية، موضحا أنه يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة. وأوضح مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، مشيرا إلى أنه سينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساء في آخر يوم للمرحلة. إذن قرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علم علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%، بإجمالي عدد 22850 طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.7%، وذلك بإجمالي عدد طلاب 15355. كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%، بإجمالي عدد طلاب 73955. وبذلك يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب. وأعلن مكتب التنسيق عن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق معامل التنسيق المتاحة بالجامعات الحكومية، موضحا أنه يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة. وأوضح مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، مشيرا إلى أنه سينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساء في آخر يوم للمرحلة. إذا قرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علم علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%، بإجمالي عدد 22850 طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.7%، بإجمالي عدد طلاب 15355.
كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالي عدد طلاب 73,955. ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع، كنت معاكم محمد أبو ليلى، شكرا جزيلا لحضراتكم.